بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل وياكم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، الميدان الذكي، بانطلاقة سن الكبار والرقص مع الكبار بدأ يحلو هنا على أرضية هذا الميدان. مسافتنا 8 كيلومترات، وانطلاقتنا هي انطلاقة تكتيكية ومسايرة مميزة طيلة مسار هذه المسافة المقررة لهذا السن. نسير مشاهدين الكرام مع الحول المحليات الأصايل من مسافة 8 كيلو. نبدأ مع البداية بشوطنا هنا يحمل التاسع في مجموعة شواطنا الصباحية. نبدأ مع البداية ونتابع هناك الهمالة على المركز الأول، شاهين بخلفان بن راشد المزروعي من يقدم لنا الهمالة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني شودة مسلم بن سيب بن سالم بشوط الخيالي ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك الرخامية تنطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث هنا ايضا بقيادة سالم بن راشد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا الرخامية على ثالث المراكز. والمركز الرابع، رابع المراكز هناك السايحة علي بن عبيد بن سعيد السبوسي مع المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز هذه هي جبارة، خادم بن محمد بن بلوش المزروعي مع المركز الخامس. والمركز السادس، سادس المراكز سرابة حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز السادس. والمركز السابع، سابع المراكز هناك هجر خليفة بن خميس الغويص السويدي من يقدم لنا هجر على المركز السابع. والمركز الثامن، ثامن المراكز هناك الضبية محمد بن عتيق بن علي بن خفية الاكتبي ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز التاسع. والمركز العاشر، عاشر المراكز هنا ايضا انتباه انتباه، هناك مع الناطق الرسمي عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي ينطلق مشاهدينا الكرام على المركز التاسع والمركز العاشر. تابع المركز العاشر هناك المدينة حمدان بن سعيد بن ناصر الرميثي ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز العاشر. عشرة نجوم، عشرة أيضا مواهب، عشرة شعارات تتنافس من أجل الفوز، ولكن هناك شعارات لم يحين دخولها لعالم الإذاعة. ولكن نعود، نعود مع البداية، نعود مع الرخامية اللي غيرت الصدارة، اللي انطلقت بناموس هذا الشوط هناك بقيادة أيضا سالم بن راشد بن غدير الاكتبي من يقدم لنا البداية الرخامية على الصدارة وعلى الانطلاقة الأولى. ولكن التسلل هنا من شودة اللي تعزف الانشودة على المركز الأول مسلم بسيب بن سالم بن شوط الخيالي يقدم لنا البداية وينطلق مع شودة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والقدوم من الهمالة، الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي مع المركز الثاني والمركز الثالث. الرخامية على المركز الثالث، سالم بن راشد بن غدير الاكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام، وتابع التحدي وتابع المركز الرابع. رابع المراكز هذه هي مشاهدينا الكرام، هنا الجبارة خادم بن محمد بن بلوش المزروعي ينطلق مع المركز الرابع. والمركز الخامس هذه هي هجر، يا سلام اشوفك وين يا مهاجر يا الغويص، مهاجر لبر الناموس، مهاجر ايضا للتتويج هناك عند خط النهاية. هجر هي على المركز الخامس، هنا تنطلق مع خليفة بن خميس الغويص السويدي من يقدم لنا هجر على خامس المراكز. والمركز السادس، سادس المراكز هناك ايضا القادمة في هذه اللحظات، هنا انتباه قادمة عبد الله بن عبيد بن حارب الرميث، يلا يا بن حارب، حارب من اجل الفوز، حارب من اجل الانتصار. ولكن من الجانب الاخر مع المركز السابع، سابع المراكز هي سرابة حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي ايضا
بتحدياته بتحديات سرابه والقادمه مع المركز الثامن. هذه هي مشاهدينا الكرام تتقدم من خلال بن صوغان سالم بن محمد بضبيعه الكتبي يقدم لنا بن صوغان الى المركز السابع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا التحديات، شوفوا الاثاره الحاضره بكل قوه في هذا التحدي الرائع في صباحه، يحمل نشاط متميز، اثاره متميزه. اتابع المركز الثامن هنا المركز الثامن، هذا شعار بن خفية يتقدم مشاهدينا الكرام مع هناك الضبية محمد بن عتيق بن علي بن خفية الكتبي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عشر المراكز هناك، المركز العاشر المركز العاشر الميدية أحمد بن هلال بو إبراهيم وصل المدلل ما بأول ندى في هذه اللحظات، وصل مع الميدية ويقدم لنا بو إبراهيم هناك الميدية على مستوى المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة بندانا الثاني للعشرة المراكز. نعود مع التنافس، نعود مع التنافس، نعود مع الإثارة، نعود مع الثنتين اللي بعدن المسافة بقيادة البداية. يتبادلن المراكز هناك على البداية وعلى صدارة هذا الشوط، هي من تقود المسار الأول من خلال أيضا هناك البداية شودة اللي تقود المسار الأول مسلم بن سالم بشوط الخيالي يقدم لنا البداية الأولى من خلال شودة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد، المزروعي مع المركز هنا على المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك القادمة بنت صوغان، هناك سالم بن محمد بضبيعة يتقدم إلى المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك القادمة بكل قوة في هذه اللحظات القادمة بتحديات هذا المسار المتميز هناك على المركز الرابع. رابع المراكز، وتابع المركز الرابع هناك جبارة خادم بن محمد بن بلوش المزروعي ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هذه هي مشاهدينا الكرام، انتباه عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي ينطلق مشاهدينا الكرام على المركز الخامس والمركز السادس. هجر خليفة بن خميس الغويص السويدي يقدم لنا هجر، وصل المدلل، وصل المدلل مع الميدية أحمد بن هلال بو إبراهيم يقدم لنا الميدية في هذا التحدي الرائع على المركز السابع. تتقدم مشاهدينا الكرام، تقدم ملحوظ وملموس. والمركز الثامن، ثامن المراكز هناك توافيق سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمك بأول ندى في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام، تقدم ملحوظ وملموس. وصل الزرعي، وصل بالشبابي هنا يقدم لمسة سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، يلا يا ابو الشبابي هنا لمسة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والقادمة على عاشر المراكز هي مشاهدينا الكرام هنا الواصلة بكل قوة الميدية حمدان بن سعيد بن ناصر الرميثي، يتقدم الرميثي على المركز العاشر. نعود مع المنعطف الأخير إلى خط النهاية وإلى الفوز وإلى الناموس وإلى التتويج. غادرنا حزام الغابات والكوع الأخير في الميدان الكبير. يا سلام يا سلام يا سلام، بدينا نعد المراكز الخلفية ولكن التغيير طرى وجرى على البداية وعلى المركز الأول اللي غيرت المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي يقدم لنا المركز الأول. الصقار هناك على البداية يتابع انطلاقة الهمالة على الصدارة وعلى الانطلاقة الأولى. المركز الثاني بن صوغان سالم بن محمد بضبيعة الكتبي مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك شودة مسلم بسيب بن سالم بن شوط الخيالي مع المركز
الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. يلا يا مضمرين، يلا يا ملاك، خلاص بدينا ننعطف، بدينا نتابع المنصة عين بعين. يا سلام يا سلام، يلا حرك يا اللي تبى تحرك، خلاص بدينا بالسرعة، بدينا بالسرعة. هنا بن بلوش، بن بلوش ايضا مع جبارة، خادم بن محمد بن بلوش المزروع مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. هناك توافيق سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي مع المركز الخامس والمركز السادس لمسة. هنا سالم بن مبارك الزرعي يتقدم بالشبابي في هذا التقدم الرائع، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع 1800 وعندك 1400 1600 1200. يا سلام يا سلام، خلاص الأمتار بدأت تتناقص، الأمتار بدأت تتقدم من خلالها البداية الأولى والصدارة. هناك الهمالة، الهمالة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يقدم لنا الهمالة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط من خلال المسار الأول. ولكن بن بلوش مع جبارة، خادم بن محمد بن بلوش المزروعي يتقدم مع جبارة على المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز. هناك الواصلة شوتم سلم بسيب سالم بشوط الخيال مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هناك توافيق سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، ولكن نعود 1200، خلاص 1200 أعلن الإعلان النهائي لل 1200، خلاص ما تبقى إلا الفوز ولا الناموس ولا الانتصار. هي الهمالة، الهمالة لا زالت مسيطرة على زمام الشوط. شاهين بخلفان بن راشد المزروع يقدم لنا الهمالة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بن بلوش مع جبارة، خادم بن محمد بن بلوش المزروع يقدم لنا جبارة، التنافس ثنائي والعصا في الابطال، الهمالة عصاها في الابطال، عصاها في الابطال بدون اوامر، العرض تلقائي. بن بلوش مع جبارة يتقدم، خادم بن محمد بن بلوش المزروعي مع البداية الاولى الى الغربية. الله يا سلام يا سلام، ولكن الهمالة صدرت عليها الاوامر، اتنبهت الهمالة، اتنبهت، وبن بلوش ينافسها مع جبارة. جبارة جبارة جبارة، سلام عاصمة الميادين ولا للهمالة كلام ثاني عندك يا المزروعي مع المركز الثاني، ولكن هي جبارة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط. خادم بن محمد بن بلوش المزروعي هو من يقود البداية الأولى. سلام الوثبة، سلام 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 الغربية، سلام يا الغربية، سلام تهانينا والناموس لأهالي المدينة كافة على هذا الفوز وانتصار جبارة بالمركز الأول. خادم بن محمد بن بلوش المزروعي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار جبارة بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط، قيادة متميزة يا بن بلوش لجبارة، تهانينا والناموس. هذه هي جبارة تصل إلى خط النهاية متوجة بهذا الفوز والناموس، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. خادم بن محمد بن بلوش المزروعي المركز الثاني، الهمالة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي والمركز الثالث، عندك يا الدرمكي توافيق سلطان بخليفة بن حاسوم الدرمكي والمركز الرابع الشاهنية سعيد بن مطر بن مصبح الاكتبي والمركز الخامس كانت فيه بشاير خلفان بن هلال بن محمد النعيمي. هكذا النتيجة، نعود بالتهنئة لابن بلوش على فوز جبارة بالمركز الأول. خادم